السلام عليكم ورحمة الله. أجوب مواخر البحر صباحا وتحملني المراكب والدروب، وآتيكم وشوقي ليس يرضى سوى اللقيا لتأتلف القلوب. هيهلا بكم معنا أعزائنا المشاهدين وجولتنا المسائية التي تكتحل فيها عيوننا برؤياكم مجددا. نبدأ معكم بسم الله بعد الفاصل. في التاريخ عظماء صاغوا حكاية العزة، أبطال ارتبط اسمهم بالتاريخ ولهم علاقة وطيدة بجر التلاقي التركي العربي. السلطان ياووز سليم في ذكرى وفاته 400 حكاية من حكايات التاريخ والمعرفة، نبسطها بعد قليل في الألوان السبعة. أطفال موهوبون لمعت بوارق تميزهم، فقررت تركيا أن تخصص لهم مدارس ومناهج لضمان استمرارية الإبداع. تعليم الأطفال الموهوبين في تركيا، رؤية تربوية نهضوية، بعد قليل. الذكرى 400 لوفاة السلطان ياووز سليم أو سليم القاطع، هذه الشخصية التي أحببنا أن نسلط الضوء عليها في ذكرى وفاتها السنوية. أحببنا أن نطرح هذا الموضوع لعلاقته مع العالم العربي، لأيضا وهذه نقطة مهمة جدا لابد من التركيز عليها، وهي علاقة بناء الشخصية بالقيادة الناجحة في المستقبل. السلطان سليم القاطع أو ياووز سليم ابن السلطان، فكرة بناء قيادة جديدة في الأطفال منذ نعومة أظفارهم حتى يقودوا المجتمع على نهضة ورؤية شمولية ناضجة. يشرفنا في الحديث في هذه المحاور الدكتور زبير خلف الله، رئيس المركز التونسي التركي للدراسات الاستراتيجية والحضارية. أهلا وسهلا بك معنا حضرة الدكتور. لنبدأ أعزائنا المشاهدين بتعريفكم بشخصية سليم القاطع أو السلطان ياووز سليم، ثم بعد ذلك نبدأ بحوارنا. ولد السلطان سليم ياووز أو سليم القاطع في محافظة آماسيا، وهو تاسع السلاطين العثمانيين. تعلم القرآن الكريم وهو صغير السن، ودرس التفسير والحديث والفقه، بالإضافة إلى العلوم الطبيعية المتقدمة. كان ذكياً ورشيقاً وماهراً في رمي السهم واستخدام السيف، ومصارعاً قوياً، وكان يتقن العربية والفارسية. وبعدما أصبح أبوه بايزيد سلطاناً، تم تعيينه والياً على طرابزون ليتعلم التنظيم والإدارة العسكرية وإدارة الدولة. بعد جلوسه على العرش في 24 من نيسان إبريل لعام 1512، شن حربه الأولى على الصفويين، ودعا الله بالنصر لينطلق بعد ذلك مع جيشه لملاقاة جيش الصفويين في سهل تشالديران. وانتهت الحرب بقتل جزء كبير من الجيش الصفوي وأسر قائدهم وزوجة الشاه إسماعيل. والسلطان سليم ياووز حين فتح تبريز عاصمة إيران، رمم المساجد ونشر الأمن والطمأنينة بين الشعب. بهذا النصر توسعت حدود الدولة العثمانية من نهر الفرات إلى أذربيجان حتى وصلت الداخل الإيراني. وكانت الحرب الثانية للسلطان سليم ياووز على المماليك، وبنصر مرج دابق في شهر آب أغسطس عام 1516، ونصر الريدانية في 26 من آذار مارس لعام 1517، أصبحت كل الدول العربية تحت السيادة العثمانية. وقدم أمير مكة والمدينة مفتاح المدن المقدسة للسلطان سليم ياووز مع لقب حاكم الحرمين، ولكن السلطان المتدين استلم هذا اللقب وحوله إلى خادم الحرمين، وتركه ميراثاً لأولاده. بعد الانتصار بأول الحرب، اهتم السلطان بتحسين القوات البحرية، وكان يتعامل مع أمور الدين ببرامج منظمة، وقبل أن يطبق المشاريع التي تخص أمور الدولة يستشير العلماء والوزراء والمعنيين بالأمر، وبعد القرار لم يكن يرجع عن قراره. عندما كان السلطان يقوي أسطوله البحري وكان يخطط للسفر نحو الغرب، أصيب بمرض الجمرة الخبيثة وتوفي في 22 من أيلول سبتمبر لعام 1520. زبير خلف الله رئيس المركز التونسي التركي للدراسات الاستراتيجية والحضارية، نجدد ترحيبنا بحضرتك. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. السلطان التاسع الذي حول عاصمة الخلافة إلى اسطنبول، الذي قضى على إمبراطوريتين في عهده في فترة حكم قصيرة. كيف تربى هذا السلطان صغيرا ليصبح سلطانا كبيرا؟ طبعا بالنسبة إلى السلطان ياووز، هذا الاسم أولا هو اكتسبه بعد ذلك، لأنه كلمة ياووز هي تعني القوة، الرجل القوي والقاطع كما مثل ما تفضلتم. لكن السلطان سليم هو لم يكن لوحده، كان له أخوان اثنان هما قرقد وأحمد، وقد اهتم بهم أبوهم بايزيد الثاني، وحاول أن يوظف لهم أفضل الشيوخ وأفضل الأساتذة لتدريبهم أحسن التدريب. وهذا يدل على أن العثمانيين كانت لهم رؤية في تربية أولادهم، يعني هم أبنائهم يؤهلونهم إلى مشروع أكبر. هؤلاء هم يحملون مشروع كبير جدا، هو مشروع إسلامي ناهض في المنطقة، وهناك تحديات كبيرة، وبالتالي هذه التحديات لا تحتاج إلى شخص ضعيف، تحتاج إلى أشخاص أقوياء. وبهذا المنطلق وفي هذا السياق كان العثمانيون يفكرون، أو الآباء العثمانيين والسلاطين العثمانيين كانوا يفكرون بهذا المنطق، أنه لابد أن نربي أبنائنا ونؤهلهم تأهيلا شاملا من أجل قيادة الدولة وقيادة المشروع الشامل، اللي هو المشروع الإسلامي الناهض في منطقة الأناضول والذي سيواجه أوروبا. هذا أعتقد أنه ياووز سليم تربى في ظل هذه الفكرة، وهذه الفكرة هي التي غذته. بدأ ياووز سليم طبعا، أنه ياووز سليم تربى بهذا، حفظ القرآن، وطبعا المدارس الدينية في تلك الفترة كانت مزدهرة جدا وأيضا هناك الطرق الصوفية. صحيح. وهناك تربية صوفية روحية جيدة، كذلك هناك الواقع الحربي الذي هو يعني الدولة العثمانية دائما تواجه وتحاول أن تقوم بالفتوحات. تأهيل قيادي مفتوح هذا على مستوى الجميع، هناك تجربة ميدانية واقعية تربى فيها. وفي الحقيقة أنه الأب لم يكن سيعطيه أشياء، وإنما الواقع الذي كان سيعطي الآليات. نعم. لماذا سمي القاطع دكتور؟ القاطع لأنه كان عندما إذا اتخذ قرار لا يتراجع فيه أبدا، صارما في قراراته وهل كانت قراراته؟ والغريب في الأمر أنه كان يختلف على إخوته. هناك أخوه اسمه أحمد كان يهتم بالأمراء ويريد أن يكون أميرا ويعني يميل إلى السلم، وكان أخوه اسمه قرقد كان يميل إلى العلم ومجالسة العلماء. لكن بالنسبة إلى ياووز كان يميل إلى الحرب والمواجهة، وهذه الشخصية هي التي ساهمت، يعني هي شخصية موجودة في داخله ساهمت في أن يجعله هو قائد للدولة العثمانية، وهو الذي يحدث تطور كبير وتحول شامل في تاريخ الدولة العثمانية، بل أقول في تاريخ العالم الإسلامي وفي تاريخ وخريطة العالم ككل. خريطة العالم عن زوال دول والعالم العربي بحد ذاته مرتبط بشخصية ياووز سليم مباشرة. نعم، وهذا سنتحدث عنه لاحقا إذا تكرمت علينا دكتور زبير. نعم. ولكن يعني تعيين والده له واليا على طرابزون إضافة إلى التعليم النظري الذي تلقاه، والده أراد أن يتعلم القيادة العملية وإدارة الدولة رسميا. نعم. في طرابزون. هل هذه النظرة كانت يعني عند فقط البايزيد الذي هو يعني سلطان معروف ومشهود له بقيادته، هل كانت نظرة عنده أم في السلالة العثمانية؟ لا في السلالة العثمانية كانت طبعا. السلاطين العثمانيون كانوا دائما يريدون أن ينصبوا ويعطوا وظائف إلى أبنائهم حتى يعرفوا مقالد الحكم، وحتى يتدربوا ويتمرسوا على هذه على السياسة وعلى فن الإدارة وعلى فن قيادة الدولة إلى غير ذلك. فهذه طبعا هذه رؤية موجودة من القديم وليس جديدة بالنسبة له. ولكن بايزيد الثاني حاول أن يجذر هذه النظرية، باعتبار أن بايزيد أيضا كان يحمل مشروعا ويعرف أن هناك تحديات كبيرة للدولة العثمانية، عليه أن يؤهل ياووز الذي كان فيه مؤهلات الحرب وحبه إلى الحرب وميله إلى الجهاد إلى غير ذلك، عليه أن يوظفه أو يوليه في طرابزون حتى يتدرب ويعلم فن الإدارة. نعم، كانت الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت يعني ليست ممتدة بالإطار الذي تحقق لها بعد فترة حكم السلطان سليم. السلطان سليم القاطع أو ياووز سليم حقق سلسلة من الانتصارات على الصفويين بدأها حتى وصل إلى تبريز. نحن نتحدث الآن على يعني تغيير خريطة جيوسياسية كاملة الآن. ثبت المساجد والطراز الإيماني والمدارس الدينية الموجودة هناك حتى يضمن ولاء دينيا حقيقيا للإنسان، بمعنى دين راسخ يثبت الحكم. وهذه نظرية سليمة، ليس كذلك؟ طبعا. شوف، بالنسبة إلى الفترة التي وجد فيها ياووز سليم، هناك العالم الإسلامي كانت تتصارع فيه ثلاثة أقطاب أو ثلاثة مشاريع، لنقول ثلاثة مشاريع في العالم الإسلامي: المشروع الصفوي الناهض والذي يهدد أيضا المنطقة ويحاول أن يتوسع ويتوغل وينتشر في المنطقة العربية أيضا بما فيها العراق ومنطقة الشام إلى غير ذلك، وهناك المشروع المملوكي الذي كان مركزه مصر ويحاول أيضا هذا يسيطر إلى حدود كابادوكيا هنا في 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 الأناضول، في منطقة الأناضول، وكان يتوسع بشكل كبير. وهناك المشروع الناهض اللي هو المشروع العثماني الذي بدأ ينهض ويحمل رؤية توحيدية للعالم الإسلامي. طبعا في الصراع السياسي وفي ظل تواجد هذه الثلاث مشاريع فكذلك سيحدث الصراع. فأول شيء اعتبر أن بالنسبة لياووز سليم لابد أن بدأت تتوتر العلاقات مع الصفويين، فحاول أن يحدث صلحا مع الصفويين، إلا أن الشاه إسماعيل الصفوي كانت نيته هو القضاء على الدولة العثمانية تماما، يعني لم يكن كانت نيته هو القضاء على المشروع العثماني الناهض. فما كان لياووز سليم أنه لابد أن يؤدبه وأن ينهي هذا المشروع نهائيا من منطقة إيران وما بعد العراق. وفعلا نجح في حرب كبيرة جدا، حرب اسمها حرب تشالديران، التي انتصر فيها العثمانيون على الصفويين وطرد إسماعيل الشاه الصفوي وطرده من إيران، ثم سيطر على العراق، والسيطرة على العراق كان مدخل أيضا للسيطرة على العالم العربي. انتقلت المرحلة الثانية، وهي طبعا هناك صراع المماليك. المماليك لم يكن السلطان ياووز يفكر في محاربتهم، ولكنهم هم الذين عندما استنجد بهم وقفوا موقف الحياد، موقف الحياد لمن الغلبة سنكون معه، ولذلك هو أراد أن يؤدبهم تأديبا شاملا. ووقعت حرب كبيرة جدا، هي مرحلتها على شمال حلب، هي مرحلة منطقة اسمها مرج دابق، وهذه الحرب حرب يسموها موقعة أو معركة مرج دابق، التي انتصر فيها العثمانيون ومات فيها القائد المماليك الغوري، قنصو الغوري. وبعد ذلك من خلال في هذا الانتصار بدأ العثمانيون يزحفون وفتحت الشهية بالنسبة لياووز سليم، قال لكي نفتح كل العالم العربي. وفعلا انتقل عن طريق، فأخذ حلب ودمشق وحمص وحماه، وهناك قضية هذه خادم الحرمين التي ذكر له، التي أهل دمشق هم الذين الخطيب الذي قام يوم الجمعة ونادى باسم وشكر ياووز سليم هو الذي قاله يا خادم الحرمين، هذه لقب أعطاه له أهالي دمشق، وهذه لقب جيد جدا يعني بالنسبة إليه، هو شجعه على أن يفتح القاهرة ووصل إلى القاهرة فعلا، وقعت مواجهة واستطاع أن ينتصر في معركة الريدانية هذه، ودخل القاهرة وانتصر فيها. وبعد ذلك أراد أن يأخذ الحجاز، ولكن الحجاز طبعا شريف مكة أتاه بالهدايا. والغريب في الأمر وهو الشيء الذي يجب أن نفهمه، هناك كثير من الناس لا يعرفونه، هو أن منطقة الحجاز أو منطقة مكة والمدينة كانت منطقة مستقلة تماما. الدولة العثمانية من الناحية الإدارية ومن الناحية السياسية لم تتدخل أصلا، كانت مهمتها فقط حماية الشواطئ من هجمات البرتغال ومن هجمات البرتغاليين تحديدا. نعم. وأيضا كذلك القيام بالخدمات للحجيج وتأمين الحجيج والطرقات وحفر الآبار فقط، هذا لم يكن لهم أي تدخل من الناحية السياسية أو من الناحية الإدارية، كأنه كان حكم ذاتي بالنسبة إلى المناطق المقدسة. هذا يجعلنا نفهم أن العثمانيين كان لهم عشق كبير إلى مكة إلى المدينة، كانت لهم رؤية في أنهم لم يأتوا هنا للسيطرة أو للاحتلال، بمعنى الاحتلال الذي نراه بهذا العالم في هذا الزمن، إنما كانوا هم أرادوا أن ينقذوا العالم الإسلامي من هذه الصراعة التي تخبط، ومن حسم الأمر ومن الأمور ومن الدول الأوروبية التي تهدد العالم الإسلامي. صحيح، حسم الأمر دكتور الزبير، حسم الأمر. يعني الآن انتهت الدولة الصفوية ووصل إلى تبريس وأسر حتى زوجة الشاه إسماعيل وقتل كثير من القيادات الموجودة هناك، بالتالي انتهت الدولة الصفوية على يد سليم القاطع. الآن توجه إلى المماليك وثبت له الحكم الإسلامي عمليا وبويع كخليفة للمسلمين. الآن نحن نتحدث عن بناء جديد للإمبراطورية العثمانية في عهد هذا الرجل. وصلت الإمبراطورية في عهده بداية من الفرات إلى أذربيجان، ثم بعد ذلك توسع إلى العالم العربي. نظرة السلطان ياووز سليم إلى العالم العربي، قلت أنت أنه لم ينظر إليه نظرة محتل، نظر إليه أنه جزء من كيانه، جزء من ثقافته الذاتية، جزء من تكوينه كمسلم يفهم معنى الفتوحات الإسلامية لهذه المناطق التي هي أصلا بلاد إسلامية في العالم العربي. ياووز سليم كان ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، ينظر إليها بنظرة رجل يمتلك مشروعا، مشروع حضاري شامل. يعني هذا الرجل لم يكن الذي ينظر إليه يرى أنه رجل قوي فقط، ولكنه رجل يمتلك مشروع. صح هو قوي، ولكن لديه رؤية شاملة لتوحيد العالم الإسلامي وللدفاع عن العالم الإسلامي من الدول الأوروبية التي تهدده في كل لحظة وتحاول أن تسيطر عليها، البرتغال والإسبان وأيضا الإيطاليين إلى غير ذلك. فبالتالي كان له رجل كان ينظر إلى كيف يمكن أن يوحد العالم الإسلامي في بصورة شاملة، ويحاول أن يخمد كل الثورات التي قد تهدد. هو ضحى بإخوته، هو قتل إخوته. قد هذا فيه يناقش كثيرا، ولكن بعض الناس قد يجوزون أنه هو الذي كان يملك مشروعا، بالتالي إخوته كانوا يريدون تقسيم المملكة أو تقسيم الدولة العثمانية. إذا بوي على خليفتين فاقتلوا الآخر منهم. فهو الذي أراد أن قال المشروع أولا، وحاول أن فعلا أن ينتصر لهذه الفكرة. فكرته وحدوية، إذا أردنا أن نجاوزها فكرته وحدوية إسلامية. فالفكرة التي كان يحملها السلطان عبد الحميد بعد ذلك هي فكرة لم تكن من وليد من فراغ، هي جملة متراكمات وهي ذهنية موجودة لدى السلاطين العثمانيين. بعض السلاطين كانت ليس لهم رؤية، ولكن بشكل عام السلاطين العثمانيين الأوائل مثل السلطان جده السلطان محمد الفاتح الذي فتح اسطنبول، كان له رؤية أيضا، مشروع حضاري إسلامي شامل. بايزيد الثاني وهو أبوه الذي كان يحاول أن يحقق المشروع بطريقة سلمية حذرة. لم يكن السلطان بايزيد الثاني يحب الحرب، وإنما ابنه كان مختلفا عنه، إنما قال إن القوة هي التي يمكن أن تحقق هذا المشروع، لأن الوقت والظروف هي التي كانت تتحكم فيه. الظروف كان فيها منطق القوة، والحق من غير قوة يضيع في كل زمان ومكان. والحق من غير قوة يضيع، وبالتالي هذا الرجل كان يمتلك رؤية، وكان رجلا شاعرا، وكان مفكرا، وكان رجلا متدينا، وكان يتقن اللغة العربية ويخاطب العرب بلغتهم ويخاطب الفرس بلغتهم. رجلا لم يكن بسيطا، وإنما كان رجلا يحمل مشروعا حقيقيا، رجل قائد. فبالتالي أعتقد أن ياووز سليم أكيد لديه سلبيات كثيرة، ونحن لا نجعل هذا الرجل مقدسا، وإنما صحيح. الشيء الذي ننظر إليه وهو ما يختلف فيه عن العالم الآن الذي نحن الأنظمة العربية التي نعيش فيها التي تقوم ضدها ثورات الآن، هو رجل كان قوي ولكنه كان يحمل مشروعا وحدويا شاملا، وهناك حرية دينية كاملة بالنسبة لكل الطوائف. لم يتم المساس بأي طائفة دينية أخرى، لا باليهود ولا بالمسيحيين الأرثوذكس ولا الكاثوليك، كانت لهم الحرية كاملة. دخل إلى القدس من لماذا حرر القدس؟ حرر القدس لأنها مدينة مقدسة لجميع الطوائف، وهكذا كان هو يقول، كان ينظر إلى هذه المسألة. بالتالي فالرجل هذا رجل مختلف في تصوراته، في مشروعه، في وسائله، يختلف عن إذن قيادي لديه رؤية استراتيجية، قيادي لديه رؤية استراتيجية وله مشروع. استنادا لهذه الرؤية، عفوا للمقاطعة دكتور زبير، استنادا لهذه الرؤية التي تفضلت بها، هل يمكن لنا أن ندرج توجهه إلى إصلاح وتعمير وتأسيس أسطول بحري عثماني قوي ضارب في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود انطلاقا من هذه الرؤية؟ هي لماذا انتصرت البحرية العثمانية في القرن السادس عشر؟ لأنه السلطان ياووز هو الذي أسس لهذا المشروع. هو بدأ في إنشاء مصانع لإنشاء السفن، وهذه المصانع بدأ يأتيها من كل الخبراء من كل العالم، ليس حتى من أوروبا، وكان يغري كثير هؤلاء الذين يعرفون صناعة السفن، كان يغريهم بأموال طائلة من أجل تأسيس هذه السفن، وفعلا استطاع ونجح وبدأ المشروع، وبدأت الدولة العثمانية تدخل في منطقة البحر الأبيض المتوسط. بعد فتح مصر مباشرة وجد نفسه وجها أمام البحر الأبيض المتوسط، وجد أن هناك قوة أخرى اللي هي غير الصفويين وغير المماليك، هي قوة الإسبان الذين يهددون منطقة البحر الأبيض المتوسط ويجوبون في منطقة شمال أفريقيا إلى غير ذلك. فكان مما كان عليه لابد علينا أن نؤسس أسطولا بحريا قويا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وعلينا أن ننقذ المسلمين الموجودين في شمال أفريقيا، كانت هذه رؤيته، وفعلا نجح في تأسيس نعم تحديدا ضد الإسبان، وهو ما بعد ذلك سيأتي سليمان القانوني وسينهي هذه المسألة، ابنه سليمان الذي سيتولى هذه العملية، لأن سليمان كان ينظر كان يتربى على هذه الفكرة وكان تغذيه فكرة أبيه. نعم طبعا، رغم أن هذا الرجل رغم في فترتين في خلال سنتين استطاع أن يقضي على دولتين عظيمتين، هي دولة المماليك ودولة الصفويين. طبعا الصفويين لم ينهيها تماما، وبعد ذلك ستقع حرب كبرى أخرى، لأن يعني الصفويين كانت ضربة إليهم قاسمة ولكن لم تكن قاضية، واستطاع لأن السلطان ياووز توجه إلى المنطقة الغربية اللي هي منطقة شمال منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل ليدخل في صدام كبير مع الإسبان، ويدخل في صدام كبير مع أيضا منطقة في المنطقة الشرقية اللي هي على الخليج العربي البرتغال، لأن يعني هناك الطرق التجارية التي تؤدي إلى الهند. نعم. لابد أن نؤمن هذه المناطق التجارية، وفي عهده عرف الاقتصاد العثماني تطورا كبيرا وعرفت حركية كبيرة، حتى أن هناك أن القاهرة نحن نتحدث قبل 400 عام دكتور زبير. نعم. يعني نحن نتحدث الآن عن فكر استراتيجي اقتصادي، عن فكر حماية، عن فكر استراتيجي عسكري، عن فكر استراتيجي يعني في الفهم السياسي الإسلامي الأساسي، هذا قبل 400 عام، واليوم نحن نضيع بعض القيم الموجودة التي هي أساسية. لا نمتلك مشروعا، لو كان هؤلاء الحكام الذين يحكمون الآن لديهم مشروع حضاري شامل لاستطاعوا أن يغيروا البلاد، ولا استطاعوا أن يخرجوا البلاد من التخلف، من حالة التخلف إلى حالة التطور والتقدم، بل نحن ظللنا تحت حكام لا يعني يتعاملون مع الشعوب كأنها عبيد، في حين أن هؤلاء العظماء أمثال ياووز سليم، أمثال محمد الفاتح، أمثال بايزيد الثاني، أمثال سليمان القانوني، كانوا يتعاملون مع الشيء. لنقل الآن في تركيا مطروحة قضية كبيرة، هي قضية المسألة الكردية، أليس كذلك؟ صحيح. القضية الكردية كيف تعامل معها ياووز سليم؟ عندما انتصر في حرب تشالديران ضد الصفويين، رجع وسيطر على العراق ونصب ولاة من الأكراد. صحيح. وكان يتعامل، ولم تكون هناك مشكلة كردية أصلا، لأن الدولة العثمانية في سياستها وفي فهمها أن هذه الدولة لجميع الطوائف، لكل الناس، هي دولة إنسانية وليست دولة تحمل طابعا طائفيا ضيقا، هي ليست دولة إسلامية بالمفهوم الذي يفهمه كثير من الناس الضيق، هي دولة إسلامية عالمية، يعني أنها تحتوي كل الأفكار، تحتوي كل المشاريع، ورغم أنه كان قوي إلا هو كان يستمع، ولذلك عندما قلت لك كان قاطعا، لأنه يستمع ثم بعد ذلك يحسم الأمر، وكان له مجلس لا يحسم مفعل قبل أن يستمع. صحيح. وهذا ما نراه، وأنه شيء من الشورى، هذا كأنه فعلا قوي ولكنه يستمع إلى الفكرة الصائبة، الفكرة العميقة التي قد تؤدي إلى نتيجة. الإشكال لو قارنا نحن هذا الواقع التاريخي أو هذه الظروف التاريخية أو هذا الإشراق التاريخي بما نعيشه نحن الآن، سنجد أنفسنا فعلا نحن متخلفين اليوم، نحن المتخلفين. هؤلاء كانوا يحملون مشروعا عكس الدول أو الأنظمة العربية التي فعلا أهانت شعوبها، وما زلنا نحن نحلم بالحرية إلى حد الآن، نحلم بالحرية. الإنسان الحر، إذا لم يكن حرا فنستطيع أن يبدع ونستطيع أن يجاهد ونستطيع أن يطور بلده، فهذا هو الحرية قبل كل شيء. وياووز سليم استطاع أن يوفر الحرية حتى عام 1520، ووقف ضد الظلم ولم يقف ضد الحرية. هذا يجب أن ليس مبالغات هذه، ولكن كما أراه أنا كشخص كباحث، أراه أنه رجل حرية، رغم أنه انقلب على أبيه، لأنه رأى هو الذي انقلب على أبيه ومسك السلطة. يعني ياووز سليم، حتى المشاهدين لابد أن يعرفوا هذه النقطة، هو انقلب على أبيه بايزيد الثاني وقال له اذهب إلى أدرنا واجلس هناك، ولكن لماذا هو انقلب على أبيه؟ لأن اختلاف مشروع، لأن أباه كان أصلا مسالما جدا، وكان هناك في الشرق مشروع خطير جدا يتهدد المنطقة وأبوه لا يدرك هذا الأمر، فبالتالي هو تحرك بهذا، وهو لأنه عندما كان في طرابزون كانت لديهم مواجهات كبيرة جدا مع الصفويين. بالتأكيد دكتور زبير، أعذرني جدا يعني الوقت داهمني حقيقة وأود الاستزادة، ولكن الدكتور الزبير خلف الله نشكرك جدا على وجودك معنا في برنامج الألوان السبعة، ونشكرك حقيقة على هذا الجهد البحثي الطيب حول شخصية ياووز سليم أو السلطان سليم القاطع. نتابع سويا الكاريكاتير الخاص بهذا المحور من الحلقة أعزائنا المشاهدين. إلى أماسيا الآن. تميز كثير من العلماء على مدار التاريخ بإبداعهم الحقيقي في مجال العلم التجريدي وعلم الطبيعة وعلوم الفلك وعلوم الطب. اليوم نفتح ملف علم طب الجراحة تحديدا. هناك إبداع خاص فيما يسمى بالبيمارخانة، وهذا المصطلح الذي كان قديما ولكن لو نظرنا في ثناياه لعرفنا أين كنا وماذا أضعنا. نتابعه سويا في تقرير البيمارخانة من أماسيا. أولت الحضارة الإسلامية اهتماماً خاصاً بالمجال الصحي، وكان علاجها للمرضى يؤخذ بحساسية كبيرة. دور الشفاء أي البيمارخانات التي شيدت في العهد السلجوقي والعثماني كانت تختلف عن بقية الأبنية الاجتماعية، ولعل أروع النماذج لها هو بيمارخانة أماسيا. اشتغل الطبيب شرف الدين صابونجي أوغلو الذي أمضى 14 سنة في هذه البيمارخانة، وأصله من محافظة أماسيا. كان الأطباء لا يولون اهتماماً بالجراحة، بل يفضلون معالجة المرضى عن طريق الأدوية، حتى في الحالات التي تحتاج إلى عملية جراحية. إلا أن شرف الدين صابونجي أوغلو صب اهتمامه في مجال الجراحة، وألف كتاباً بعنوان كتاب الجراحيات الإلحانية المزين بالمنمنمات الطبية، وأهداه للسلطان الحاكم في عهده محمد الفاتح. هذا الكتاب هو الأثر الوحيد في مجال الجراحة الذي تم تأليفه في العهد العثماني. شرف الدين صابونجي أوغلو من 386 yılında Amasya. ولد شرف الدين صابونجي أوغلو عام 1386 في محافظة أماسيا. هو طبيب نفساني وجراح، وقد خط أشواطا مهمة في الطب النفسي والجراحة، وقد درس في البيمارخانة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ودرس الطب من الأستاذ برهان الدين أحمد، وأصبح طبيبا في عمر 17. كان شرف الدين صابونجي أوغلو يتقن اللغة العربية والفارسية والرومانية كلغة أم، فاللغة العربية والفارسية كانتا لغة العلم في عهده، وقد درس من كتب العلماء العرب الذين ظهروا في عهده. يتم عرض ما يقارب من 200 آلة طبية تم اختراعها من طرف شرف الدين صابونجي أوغلو الذي شغل منصب رئيس الأطباء في البيمارخانة. وأيضاً تعرض في البيمارخانة الآلات الموسيقية التي تنفع الصحة النفسية. هذا المبنى قد حول إلى معرض. kullandığı aletler genellikle kesici. الآلات التي تم استعمالها في عهد شرف الدين صابونجي أوغلو على العموم هي الآلات القاطعة وآلات العظام وآلات الأسنان والآلات الحارقة التي يتم استعمالها في الكي، وأيضا ما يستعمل في طب النساء والعلق والفوانيس الزجاجية الماصة للدم، ومجملها 165 آلة جراحية. فضلا عن الموسيقى، كان يستعمل في المعالجة صوت المياه والعطور الطيبة. صوت المياه الفوارة من النافورة كان أساس العلاج عن طريق طمأنة المريض. كان العلاج في دار الشفاء مجاني، وكانت الأدوية توزع للمرضى في المحافظة بشكل مجاني، وذلك يومين في الأسبوع. غرف المرضى المجتمعة في المركز تسهل خدمة العاملين، حيث يستطيعون رؤية كل الغرف بشكل سهل، ويساعدون المرضى في حالات الطوارئ. أطفال موهوبون لمعت بوارق تميزهم، فقررت تركيا أن تخصص لهم مدارس ومناهج لضمان استمرارية الإبداع. تعليم الأطفال الموهوبين في تركيا رؤية تربوية نهضوية بعد قليل. وفاصل قصير يحجبنا عن متابعة مسارنا معكم أعزائي المشاهدين، كونوا معنا. أهلا بكم مجددا. دشنت تركيا خطا بحريا وجويا لإغاثة المنكوبين في الصومال نتيجة المجاعة والفقر المدقع، ولكن لم تكتف تركيا بذلك، بل استقدمت مجموعة من الأطفال الصوماليين الذين تم تشخيص حالتهم وكان فيها صعوبة كبيرة لا يمكن علاجها في أرض الصومال، فتم استقدامهم إلى تركيا للعلاج. زميلنا الدكتور سعيد الحاج واكب هذا الوفد الزائر واطلع على الواقع الطبي والرعاية الطبية التي يلقاها، نتابعه سويا. شكلت المجاعة التي أصابت الصومال مع موجة الحر والجفاف ضربة موجعة للضمير الإنساني والمجموعة الدولية، حيث توفي آلاف الأطفال مرضاً وجوعاً وعطشاً، وأصبح مئات الآلاف بلا غذاء أو ماء أو دواء، الأمر الذي حرك المنظمات الدولية والدول لمد يد العون قبل فوات الأوان. هيئة الإغاثة الإنسانية IHH بالتعاون مع إدارة التعاون والتنمية التركية تيكا والخطوط الجوية التركية بادرت باستخدام الأطفال الصوماليين الذين تعذر تشخيص أو علاج حالاتهم هناك، فأحضرت 14 طفلا منهم. طبعا هذا أمر صغير جدا، كمن يصطاد نجمة بحر من بين نجوم بحر كثيرة. سنمد أيدينا أكثر فأكثر، هناك الكثير أمامنا لنفعله. أطفال بوضع مأساوي وقد وصلنا لهم. تتراوح أعمار الأطفال بين 4 أشهر و15 عاما، وتتنوع أمراضهم بين التشوهات القلبية الخلقية وضعف التغذية وغيرها. هاني ابن 4 أشهر هو أصغر المرضى الصوماليين هنا، يعاني من سوء تغذية حاد ووضعه الصحي متردٍ، ولكنه ربما يعتبر محظوظاً وموفقاً إذ بقي على قيد الحياة ووجد من يمد له يد العون. ومنذ الساعات الأولى لوصولهم بدأت عملية تقييم حالات الأطفال عن طريق المعاينات والفحوص المختلفة، مما أشع جواً من التفاؤل بين ذوي الأطفال المرضى رغم صعوبة الظروف والغربة عن الوطن. أنا ممتن جدا لإخواننا الأتراك، وأن أثق بأن السيد رئيس الوزراء أردوغان قد فتح بوابة جديدة للأمل وللتعاون وللتاريخ في الصومال. هي مبادرة تقول بأنه ما زال هناك من يأبه ويهتم، وأن العالم المتحضر الذي نحيا فيه يحاول أن يضمد الجراح النازفة في جسد إنسانيته وحضارته. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول. تعتمد المدارس الكلاسيكية ومؤسسات التعليم على أنماط وقوالب جامدة من المناهج الدراسية التي تتعامل مع الأطفال تحديدا بفكرة عامة وتوجه عام وصياغات عامة، ولكن بقراءة موضوعية لواقع الأطفال نلمس أن هناك فروقا فردية واضحة ما بين طفل وآخر. هناك أطفال مبدعون متألقون تجاوزوا أعمارهم، وكانت مراحل أدائهم العقلية مميزة أيضا بمراحل للفهم متقدمة، وأيضا ذات قدرة على تحصيل مراحل عالية جدا من الفهم يسبق أقرانهم. الأطفال المبدعون أو العباقرة، كيف يمكن استثمار عقليتهم وكيف يمكن توجيهها، وكيف يمكن لنا أن نطلق عليهم بالدرجة الأولى أنهم عباقرة مبدعون؟ وماذا نخصص لهم في دولنا وكيف نستثمرهم؟ وهل هناك أيضا منهج خاص لتعليمهم ولتدريبهم ولتأهيلهم لتستفيد منهم الأمة؟ هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نطرحها على مدير شعبة التعليم الوطني التركي في إسطنبول، الأستاذ خالص كورالاي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم في برنامج الألوان السبعة. خوش بلدك، شكرا ومرحبا، شكرا لكم. نعم، سنعرض على مشاهدينا الأكارم فكرة الطفل المبدع، وأيضا ضرورة توجيه الجهود للاستفادة من هذه العقلية الإبداعية منذ نعومة أظفارها حتى تنشأ على استقامة وقوة في البصر والبصيرة. نتابعه سويا ثم نعود إلى حوار ضيفنا الكريم. كل طفل له ذكاء وقدرات مختلفة، وبغض النظر عن مستوى القدرات التي يمتلكها، تعليم كل طفل لتحقيق تنمية خصائصه حق أساسي له، والتعليم هو من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تعزيز القدرات الكامنة في الأفراد، والتعليم من هذه الناحية حق لكل فرد ويجب أن يحصل عليه. في هذا الصدد يجب أن يتلقى الأطفال الموهوبون الذين يتميزون عن أقرانهم من حيث السرعة والقدرة على التعلم التعليم المناسب لقدراتهم. كما قال توماس جيفرسون، أعظم تفاوت هو أن نعامل الذين لا يتساوون على قدم المساواة. وبناء على هذا المفهوم، فإن المساواة في المجتمع المعاصر هي تلبية احتياجات الأفراد مع مختلف المستويات والاتجاهات، وليس إعطاء نفس الشيء لكل الناس. بعبارة أخرى، اتباع سياسات تعليمية عامة تأخذ الفروق الفردية بعين الاعتبار هو ضرورة لمبدأ الدولة الاجتماعية والديمقراطية. الغرض من المدرسة التقليدية هو إعطاء الجميع نفس التعليم والحصول على مكتسباتها ليتحقق المعيار المحدد في وقت محدد. لكن الطلاب الذين اكتسبوا هذه المهارات قبل سنوات أو الذين يتعلمون بسرعة فائقة في حالة عدم تمكنهم من الحصول على التعليم المناسب لهم، فهذا يسبب لهم مشاكل نفسية. مع ذلك، فالأطفال الموهوبون يحتاجون إلى دعم ببرامج تعليمية مختلفة تعزز قدراتهم الفردية. في تركيا، كما هو الحال في معظم الدول الديمقراطية، تم تحديد الحالات الاستثنائية في قانون التعليم وتجميعها تحت عنوان الأفراد الذين يحتاجون إلى التعليم الخاص. يتم إعداد المناهج في النظام التعليمي على حسب القدرات التعليمية للطلاب العاديين. لهذا السبب، المواضيع والبرامج لا تغطي احتياجات الطلاب الموهوبين، وإضافة إلى ذلك، الطلاب الموهوبون يمكنهم التسبب في مشاكل عدة إذا لم يتم اتخاذ تدابير لازمة للتعامل معهم في الصفوف العادية. نعم، الأستاذ خالص كورالاي، مدير شعبة التعليم الوطني التركي في إسطنبول، نجدد ترحيبنا بحضرتك. أستاذنا الكريم، ما هو ومن هو الطفل المبدع المتألق، وما هي معايير اعتباره بهذا الوصف أنه طفل عبقري أو طالب عبقري؟ أولا سيدي الفاضل أشكركم جزيل الشكر لدعوتكم إلي في برنامج جميل كهذا، ولا شك أنه الآن الشمال الأفريقي والعالم العربي وكل من يستمع إلى العربية الآن يستمع إلينا، نقدم لهم كل التحبية والحب والاحترام. وعندما نتحدث عن الأشخاص الأذكياء المتفوقون في الذكاء، وعندما نقول لا شك أننا نفصلهم عن غيرهم من خلال اختبارات الذكاء، وهذه الاختبارات المتطورة منذ 100 أو 150 عاما، وبإمكاننا أن نقول أن بعض الناس بإمكانهم أن يقيس ذكاء الإنسان ليس على طريقة المتر أو على طريقة الساعة، وإنما لا شك أنه مقياس بإمكاننا أن نصل من خلال هذا المقياس إلى أن نصل إلى نسبة إلى نسبة تتجاوز 130 من النسب الذكاء العادية. وبعد هذا الاختبار بإمكاننا أن نتحدث عن تعليم خاص لهؤلاء النخبة. أستاذنا الكريم، عندما نتحدث الآن عن أطفال موهوبين موجودين في مجتمع ما هي أهمية اكتشاف هذه العناصر الإبداعية الموجودة في هذا المجتمع؟ ما هي أهمية البحث عنهم وإجراء الاختبارات بوجهة نظرك؟ لا شك أنه مهم للغاية. لا شك أن الإنسان المتفوق ذكائيا لا شك أنه يمتلك المواهب، وعندما نتحدث عن واسمه ليس المتفوق في الذكاء فقط، وإنما كذلك المتفوق كمؤهلات نفسية، وبإمكاننا أن ننمي قدرة هذا الطفل حقيقة. في بعضهم يكون قائدا، وبعضهم يكون مثلا في الموسيقى وفي الرياضيات وفي أيضا في الدبلوماسية السياسية، وأيضا في اللغات الأجنبية أو في الجغرافيا أو في مجالات متعددة مختلفة أخرى. المهم هنا عندما نتحدث عن 98، هؤلاء يختلفون عن 98% من الناس. لا شك أن هؤلاء أناس متفوقون. إذا استطعت أن تستكشف وتصل إلى هؤلاء الأشخاص، واستطعت أن تدعم مؤهلاتهم النفسية، بإمكانكم أن أنتم كأمة وكقوم ودولة بإمكانكم أن تستفيدوا من هؤلاء الناس وهؤلاء الأطفال. ولا شك أنك إذا لم تستثمر قدرتهم، بإمكان هؤلاء الأطفال حقيقة أن يستخدموها في الطريق الغير سوي وغير صحيح. ولذلك ربما أستاذنا الكريم يتحدث البعض فيقولون إذا استطعت أن تؤسس 100 رجل مبدع وتوجه سلوكهم من العباقرة، فأنت بالتالي تستطيع أن تحفظ أمة. هل هذا صحيح أستاذنا الكريم؟ لا نتحدث عن دولة صغيرة، نحن لا نتحدث عن دولة صغيرة، نتحدث عن إمكانية استثمار ونجاح ونهضة أمة كاملة إذا هذا كلام بالطبع إنه صحيح. ولا شك أنك إذا حصلت حقيقة إلى 100 عبقري أو 100 داهية وصلوا ربما إلى مستوى 160% كنسبة، بإمكانك أن تنقذ دولة وتنقذ أمة بأكملها. نعم. أشكرك جدا أستاذنا الكريم. لي سؤال هنا، المدارس التقليدية الكلاسيكية، المدارس الأساسية عندنا في تركيا وفي العالم العربي، هل أعطيتنا قراءة عن مستويات تفاعلها حقيقة مع الطلبة المبدعين؟ يعني هناك مناهج دراسية للعموم لجميع الطلبة، لكن لم نسمع أن هناك مناهج دراسية خاصة بالطلبة الموهوبين تبين هذه الملكات والقدرات والمواهب التي لديهم وتستثمرها، يعني بمعنى تستفز قدراتهم من أجل النبوغ ثم بعد ذلك تستثمرها. هل لديكم مثل هذا الأمر في تركيا؟ بإمكاني القول أن المتفوقين عقليا وذكائيا إذا لم يلاحظوا في المجتمع، لا شك أنهم سيدرسون مع أقرانهم أو مع الناس العاديين في مدرسة واحدة. لا شك أن جميع أفراد العائلة سيلاحظون حتى وهو في الثالثة والرابعة والخامسة من عمره، من غير أن يتلقى أي دعم. بإمكانه أن يتعلم القراءة والكتابة أو بإمكانه أن يتعلم لغة ما. عندما تنظر إلى طفل يستطيع القراءة والكتابة لوحده عندما يأتي إلى الصف الأول فهو يعلمهم الخط ويعلمهم كيف يخطون يمنة ويسرى وكيف يفعلون هذه الأمور. لا شك أن هذا الطفل قد تجاوز كل هذه المراحل لأنه يعرف القراءة والكتابة. لا شك أنه سيتضايق من هذه الجلسة ولا شك أنه لن يحترم أقرانه ولن يحترم مدرسته ولن يحترم أستاذه ويكون على رأس قائمة المشاغبين. فلذلك حقيقة يجب أن لا نفصلهم عن المناهج التعليمية ويجب علينا ضمن هذا الإطار أن من خلال هذه الاختبارات اختبارات الذكاء لندخل هذا ربما أقول عن الأنظمة الموجودة في تركيا. هناك نظامين تعليميين. تفضل سلام. تمام. نعم في تركيا هناك نظامين في تركيا. النظام الأول النظام الدراسي الطبيعي العادي المنتشر في جميع المدارس وهذه نحن نسميها معاهد العلم والفن. عفوا للمقاطعة أستاذنا الكريم. أعزائي المشاهدين هذه نقطة مهمة جدا، يعني مراكز بلسم التي سيتحدث عنها أستاذنا الكريم فيها لفتة كريمة جدا حقيقة واهتمام خاص، ربما يعني نوجه عنايتكم للاهتمام بها ربما لضرب مثل حقيقي فيها. تفضل أستاذنا الكريم. إن مدارس ومعاهد العلم والفن منذ الصف الثالث الابتدائي سواء كان من خلال الأساتذة أو من خلال الآباء والأمهات يقولون ربما هذا الطفل فيه بعض المميزات الذي يختلف عن الآخرين وهو أمر يكون ويرشح هذا الطفل يرشح لمعاهد العلم والفن. وبعد أن يرشح إلى مثلا لأضرب مثالا من مدينة إسطنبول حوالي 5000 طالب يرشح على أنهم من المتفوقين عقليا وذكائيا. هؤلاء 5000 طالب يختبرون من خلال اختبارين مختلفين. حوالي 250 طالبا يصنفون ضمن معاهد العلم والفن. نعم ويذهبون ويدرسون فيه. هناك تمحيص على تمحيص على تمحيص من أجل الوصول إلى يعني النخبة والخلاصة من هؤلاء المبدعين حقيقة. أستاذنا الكريم إذا قمنا بمقارنة حقيقية ما بيننا يعني في الشرق عموما يعني ربما تركيا تختلف أو في مرحلة وسطى ما بيننا وما بين الغرب. الغرب يبدأون بتشخيص أصحاب المواهب من الأطفال قبل دخولهم للمدرسة وفي مراحل الصف الأول تحديدا. إذا لمع نجم أحد الأطفال إذا كان مميزا إذا كان عبقريا حقيقة في مراحل الروضة ما نسميها أو الصفوف التمهيدية الأساسية إذا لمع نجمه فورا يخصصون له أساتذة يتابعونه. وهناك نظام حتى يعني في أمريكا وغيرها يطبق. إذا كنت مبدعا في الرياضيات تتجاوز الصف الذي يليه ثم تتجاوز الصف الذي لا يليه كما تفضلت حتى لا يكون هناك ملل وحتى لا يكون وجود الطالب المبدع ضياع لموهبته في الصف الذي ينتمي إليه. نعم هذا الأمر صحيح. والنظام الآخر في تركيا بعد بلسم بعد مركز العلم والفن هناك نموذج نسميه نموذج بايزيد فور أوتوسان. لا شك أن هذا يبدأ الطلاب من المدرسة الابتدائية السنة الأولى. عندما يأتي الطالب إلى المدرسة بعد أن يدخل الطالب الاختبارين اثنين إذا استطاعوا أن ينجحوا يدخلون ضمن يدرسون مع 12 طالبا عاديا يعني 12 طالبا مميزا و12 طالبا عاديا يدرسون مع بعضهم البعض هذا نموذج من النماذج المطبقة في تركيا. لا شك أن هذا الأمر حقيقة لديه الكثير من الفوائد، إلا أن وزارة التربية والتعليم بشكل عام وبشكل شائع ويستخدم، وهو حقيقة نموذج بلسم الذي هو مراكز العلم والفن داخل المدارس. نعم، نشكرك أستاذنا حقيقة على هذه يعني المعارف التي تتفضل بها، ولكن ألا ترى أن من الواجب أن تقوم الدول بصياغة مناهج تعليمية خاصة بهم؟ أليس ذلك أجدى من حيث استثمارهم في مراكز التعليم العام، ثم بعد ذلك تفعيلهم في مختبرات خاصة وصفوف دراسية متقدمة حتى تتطور هذه المهارة والعبقرية الموجودة لديهم؟ بالتالي نحن نؤهلهم ليتجاوزوا الزمن، ليختزلوا مسافات واسعة جدا. بالتالي يخرج الطالب 12 عاما 13 عاما وهو قيادي في كل مجالات الحياة. ألا توافقني الرأي بذلك؟ إعداد مناهج خاصة تحديدا لهؤلاء لهذه الفئة. بإمكاني القول أن هذا الأمر يجب أن يكون، وهذا هو النقص الموجود حقيقة. يعني ربما من حظ الروضة أو صف الحضانة إذا استطعنا واكتشفنا هؤلاء الشباب والأطفال، لا شك أنهم حقيقة عندما يجلسون بين رفقائهم وأصدقائهم يجب أن يكتشفوا، ومن خلال هؤلاء الأقران ومن غير أن نقوم بعملية الفصل ربما. نحن كوزارة التربية والتعليم في الوزارة هذا الأمر نشعر باحتياجاتنا في هذا الإطار، وعندما نستمر في هذا الإطار يوجد هناك مراكز تعليمية داعمة يؤخذ الأطفال من صفوفهم ويخرجون إلى هذه المراكز أو الصفوف المختلفة أو الغرف المختلفة. يعني حقيقة التفوق في الذكاء في نهاية المطاف لا شك أنه أمر جيد ومميز، إلا أنه أمر أيضا فوق العادة. وعندما نتحدث عن الكتابة ونتحدث عن الخط ونتحدث يعني لا شك أن التفوق العقلي والذكائي ليس مفهوما واحدا، فأحيانا يكون التفوق في الرياضيات، وأحيانا يكون في الخط، وأحيانا يكون في الألعاب، وأحيانا يكون في حقيقة في مجالات متعددة مختلفة. لا شك أن وزارة التربية والتعليم تتجه خطوات إيجابية في هذا الإطار. نعم أستاذنا الكريم، هناك مسؤولية حقيقية ملقاة على عاتق الوالدين وملقاة على عاتق يعني هيئة التدريس الموجودة في المدارس. لا يكفي أن يقول الوالدان يعني يذهب إلى المدرسة وعلى المدرسة اكتشاف طاقاته، ولا يكفي أن يقول المعلم هو يذهب إلى البيت وبالتالي الأهل يكتشفون مواهبه وعبقريته. لابد أن يكون هناك تضافر للجهود ما بين البيت والمدرسة من أجل صياغة شخصية حقيقية عبقرية للمجتمع، يمكن لها أن تكون شخصية أنموذج أو كما تسمى شخصية مغناطيسية في العالم الغربي، قادرة على تحقيق سبق ونهضة في الأمة ككل، ليس فقط على مستوى العائلة والأسرة، وإنما على تحقيق سبق عام. تراكم الجهود وأيضا تعاضد الجهود ما بين البيت والمدرسة، كيف تقرأه لنا أستاذنا الحبيب؟ هذا كلام صحيح للغاية، وأنت تفكر بطريقة صحيحة. ما أود أن أقوله، أنت تحدثت عن بعد واحد، أنا أود أن أضيف لك بعدا آخر. كنا نتمنى من جميع الآباء والأمهات، وأقولها واضحا، كما أنك تريد أن تستخدم السيارة تأخذ شهادة القيادة والرخصة، يجب حقيقة ربما شيء مماثل لأولياء الأمور، كيف يربوا أولادهم وما هي شروط قيادة العائلة وقيادة أفراد الأسرة. عندما نتحدث أيضا في هذا الإطار عن المعاقين أو المتفوقين ذهنيا، حقيقة يجب على الآباء والأمهات أن ينتبهوا في بداية الأمر بهذه الأمور، وإذا استطعنا أن نكتشف هذه الأمور بسهولة لا شك أن العائلة والمجتمع والمدرسة ستأخذ الاحتياط اللازم، ويجب أن يكون هناك حلقة من التشاور و تبادل الأفكار ما بين العائلة وأولياء الأمور وبين المدرسة ومكان التعليم. هذا الأمر حقيقة لا شك أننا إذا اعتنينا بهذه القضية وبهذه الجزئية فإننا نكون عمليا على أرض الواقع قد وصلنا إلى ما نريد على الصعيد الأمة وعلى صعيد البلد بل وعلى صعيد الإنسانية جمعاء. ولا شك أن هذا الأمر وهذا الاهتمام لا شك أنه سيكون مصدر سعادة أطفالنا بالتأكيد. أستاذنا الكريم أستاذ خالص كورالاي، حقيقة أشكرك على هذا الموقع الذي تتبوأه بهذه الرؤية، ولا أشكرك شخصيا وإنما على هذا الفكر الموجود وهذا الفكر الشمولي الناضج حقيقة الذي يمكن لمثلك أن يقود من خلاله مؤسسات تعليم حقيقية من أجل إبداع جيل جديد، جيل قادر على التعامل مع تحديات ومتطلبات الواقع الذي نعيشه. شكرا جزيلا لك أستاذنا الكريم على وجودك معنا في برنامج الألوان السبعة، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الثانية التي نترككم معها بلا تعليق. أعلم نفسي الصبر ولكن غداة وداعكم أبت اصطبارا. مجبرون على وداعكم أعزائنا المشاهدين، إلى اللقيا بكم مجددا في موعدنا الجديد. كونوا على تواصل على مواقع الفيسبوك وعلى مواقع أيضا يوتيوب التي يتم تصدير التقارير الخاصة بالبرنامج وحلقات البرنامج عليها. كونوا معنا على تواصل حتى نثري البرنامج بخبراتكم ومقترحاتكم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.